جيران. بونجور حكيم، يعطيك العافية. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا يا أهلا، تفضل. طيب شو تخير؟ شو عنا؟ حكيم أنا جاي لقلك. لحظة قبل ما تقول، أنا خليني أنا أحكي لأنه المصيبة ضربتني. منين بدي منين بدي بلش؟ مش عارف. تفضل. بدي أتفضل. أتحفنا. دكتور حبيب القلب، عنا مشكلة كبيرة يا أستاذنا. نحن صرنا مجوزين إلنا 5 سنين، عايشين أحلى حياة، مرة بتطير العالم. شو بدي لك؟ شوف طلع قمر وماشي على الأرض. من كم شهر يا خيي فتنا بالحيط. لا ما بعرف يا خيي، كانت قبل شهراً تصير معها شوية نوبات. هلأ هالنوبات قطعت الشهر، صارت بدل ما تعمل بالشهر نوبة واحدة صارت تعمل نوبة كل أسبوع، وعز صارت تعمل نوبة كل يوم. أنا ما بقى فيني أتحمل. ولك يا حكيم والله مش هيك الموضوع. لا هيدا هو الموضوع. نوبات يعني النوبات، عفوا النوبات شو؟ نوبات صرع، هلع، كهربة راس، شو النوبات؟ ما بعرف شو قصدك يعني. يا حكيم القصة وما فيها انه انا هي انه انا لازم احكي. اذا بتمدي خليني احكي مع الدكتور. يا خيي تفضل. عدة نوبات بنوبة واحدة، يعني ما بعرف شو بيسموه هذا الشيء، بس بتجمع لي 16-17 نوبة مع بعضهم. صرع، جنون، خوت، هبل، ما حدا بيعرف، كلهم مع بعضهم بزيت التكي. وكيف عم تعرف هالشيء انت؟ كيف عم بعرف هالشيء؟ فرجي لك دكتور كيف بتعملي وقت تضربك النوبة. يعني انت بتعرفي انه عم يصير معك هالشيء؟ بتحسي بهالشيء بتعرفيه؟ اكيد. قومي قومي فرجيك كيف النوبة بس تضربك. يلا نشوف. واحد، اثنين، خلص واضحة. واضحة واضحة. بعد ايه حياتي، بس في بعد اذا بدك هالبرمة ما ايه 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 دكتور لا طول بالك، بعد ما شفت شيء انت هلا بعد في عندي هيدي غمزة العين وهيدي اللي بتعمل لي مثل البيروات. سامع بالبيروات؟ هي ايه كثير كثير عم تعمل لي لا شغل حلو، عم تعمل شغل حلو. يلا واحد، اثنين، تفضل تفضل تفضل. شو بيسموه هذا؟ هيدا شو بيسموه؟ شوف هيني، هيدا اسمه مرض تيك توك. تيك توك؟ ايه. دخلك ولا بالامراض؟ ساعة كوليرا، ساعة شو اسمه هذا؟ اشعن ان ما بالعنوان. ساعة يا حبيبنا بيشبقونا جنون البقر، ساعة جنون الخواريف. هيدي المرة شو معها؟ تيك توك يا حياتي. لحظة بالإذن، احترامي لك حكيم. شو يا حياتي مرض؟ هو مشكلته إنه الزمن وقف فيه من أيام الفاكس، يعني بتعرف بعده على الدكتيلو، يعني لا فيسبوك وصل له ولا انستغرام ولا تيك توك ولا سناب ولا شيء. يا حكيم ما عم بيقدر يستوعب علي كل ما بيجي بدي أشرح له إنه صرنا بعصر السوشيال ميديا وفي تيك توك وفي كذا وفي كذا. تما أرجع عدلك إياه. نعم. عقله ما عم يستوعب. الله يوفقه. أنا جاي لعندك مش كرمالي كرماله، خليه هو يفهم. هيدا المرض شو هذا؟ هذا له دواء يعني؟ لحظة. خطير مش خطير؟ حللنا إياه. لحظة. خطورته انه صار ادمان. انه بيصير ادمان كله بيتعالج، ما في مشكله. يعني هلا فيها 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 نقص من الوصول. صح, صح, صح. هلا في عندنا 3 خطوات. الخطوه الاولى بدك تقطع على الانترنت بالبيت 3 مرات بالنهار بعد الاكل. مرات بعد الاكل؟ لا 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 حياتي ما فيك تعمل فيي. هلا دكتور عم يحكي. تفضل شريف كمل. ثاني شيء. نعم. بدك تحاول تعطيها كتاب تقرا كل نهار ساعه. ايه طلع في شكل كتاب. بدها تقرا. شو بتطلع لي كتاب؟ شو بتعملي لي كتاب يا عمي؟ هي طلع في خرجي قريه. بدك تتعالجي ولا لا؟ لا 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 ما بتتعالج. اوكي. طفي. ثالث شيء. نعم. نبلش شوي 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 تدريجيا نخفف هالتليفون. ايوه. لا 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 كله الا هق. بدكم توقفوا عندي علي $5,000 بالشهر؟ شو؟ بدكم تقطعوا عني $5,000 بالشهر؟ لحظة انت لحظة هلا طولي بالك انت دغري. لحظة هلا طمرت يعني
$5,000 بالشهر منك؟ ايه يا حبيبي لك يا شو مفكر هيدا الدكان اللي فتح لي اياها؟ هي اللي عم تخليني طلع مصاري هالقد هبوسها كل شهر وغير سيارتي وسافر وروح واشتري واعمل مفكر من دكانتك؟ من ورا التيك توك وهيدي شو $5,000 يا حكيم؟ هيدي اذا مش كتير شاغله وهيك من قفا ايدي، بينما اذا قاعده وشاغله كل نهار عم بترقص وفاتحه لايف ايه بوصل لل 20 30 لحظة شوي وين عم تفوتي علينا؟ $5,000 من ورا التيك توك تك 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 حياتي عم ضل فسر لك بس ما عم تستوعب انت عقلك ما عم يستوعب لك شو ها 5000 لك ها ماشي هيدي بينوت يا ما واصله لل 40000 في شهر $70,000 شو عم تحكي؟ طب في مجال حبيبتي اتعلميني معك هيك بنصير نقبض بدل ما تقبضي 5000 بعمل معك تك 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 ناخذ يا خيي لحظه شوي شو عم تسوي انا بدي اتعلم معكم كمان ايه حكيم كمان بدك تفوت لايف كلنا سوا بصير ببعت له ريكوست فيك تعلميني لك ايه ببعت لك ريكوست بترجع بتفوت معنا بنعمل كده ايه ايه روح انا وياك تعلمينا سوا ايه مطلع مصاري يلا توقفوا كلكم وقفنا مصاري خلينا هوا لا لصا يلا هلا اول شيء بنكون اكيد فاتحين اللايف فاتحين اللايف بدك هلا في عنا تحدي هلا تبع التوكا توكا 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 يلا بنبلش فيه لانه هيدا مكسر الدنيا مثل ما انا بنبلش يلا ماشي يلا بلش هيك على اليمين وحده Tuk 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 tu